بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات. هنا مكتوب اليوم بيقول سيلا فوتو دو رينالدو مون كوبان دو باسكت، يعني إنها صورة صديقي رونالدو، صديق من الباسكت. إلي برازيليان، هو برازيلي. مارك قال له كيل سون سيغو ميميولو Il aime le jeu vidéo avec son frère Emmanuel. يعني هو بيحب ألعاب الفيديو مع أخوه إيمانويل. فمارك رد عليه قال له Moi aussi j'adore le jeu vidéo. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? وأنا كمان بحب ألعاب الفيديو، وأنت بقى بتحب إيه؟ ليو قال له Moi j'aime beaucoup la peinture. أنا بحب كتير الرسم بالفرشاة. Et l'orab. Quels sont ses caractères؟ إيه هي السمات بتاعتها؟ بتاعته. قالوا إلي سيرفيابل، هو خدوم، إي سوسيابل، واجتماعي، مي الباغ لبكو، ولكن يتحدث كثيرا. هنا بيقول لي ليو إي رونالدو سون دي كوبان دي باسكت، بيكونوا أصدقاء من إيه؟ من الباسكت. رونالدو إيم، رونالدو بيحب، طبعا رونالدو بيحب ان هو، احنا قلنا اجتماعي رونالدو، قلنا كمان ان هو بيحب الرسم والراب، يبقى هناخد بنتير، يبقى هندور في الاجابات على حاجة من اللي قرناها فوق تبقى لا بنتير. لغب سي لا باسيون دو ليو، ده هواية ليو. طبعا رونالدو ايمانويل سون فرير، اخوة. في الدوكومنت الثانيه لذيذه مكتوب انفيتاسيون، دعوه، سامدي 21 مارس سيمون انيفرسير، يعني السبت 21 مارس انه عيد ميلادي. جو فات مي سيزون، انا هحتفل باعوامي 16. جي فوز انفيت ان فات شيغ موا، انا بدعوكم لحفله عندي. لا فات كومونس ا 21 اور، يعني الحفله هتبتدي الساعه 9 مساء. ادريس 35 ري اوبرا باري توبا. زوي دانيال هي اللي دعتنا، زوي ده اسم بنت طبعا. زوي بتنظم حفله فين؟ هي قالت شي موا عندي، خلي بالك من الحته دي كويس قوي، شي موا يبقى ام ميزون، في منزلي، اما انا اقول عندي يعني الا ميزون في المنزل. زوي اني ولدت امتى زوي؟ طبعا هو عيد ميلادها يوم 21 مارس، فهي ولدت في 21 لا فات كومونس، يعني الحفله هتبتدي لو سوار، في المساء طبعا. ستني هذا العام زوي زوي هيبقى عندها سيزون 16 سنه، طبعا عشان هي بتحتفل باعوامها ال 16، يبقى هناخد سيزون. الجملة اللي قدامنا مكتوب تي دي موندا تون بروفيسور سون اج، انت بتسال المدرس عن عمره، كيس كي تي دي، ماذا انت تقول؟ هتقوله كيلي فوتر اج، وانا بستعمل فوتر هنا للاحترام، كيلي فوتر اج، او هتقوله كيلا جافيفو، ما عمر حضرتك؟ كيلا جافيفو. هلاحظ ان انا بستخدم الاحترام كصيغه بدل الضمير تي، بستعمل الضمير فو على اساس طبعا ان انا بخاطب شخص اكبر مني. في الجمله هنا مكتوب تي ايدونتيفي ان بيرسون، يعني انت بتحدد هويه شخص، كاس كي تي دي، ماذا انت تقول؟ انا بتكلم عن شخص، هقول سي تان كوبان دو كلاس، انه صديق من الفصل، او اقول سي مون فرير، انه اخي. تون امي بارل دو سون كاركتير، يعني صديقك بيتحدث عن شخصيته، فهيقول ايه؟ هيقول جو سوي سوريون، انا بشوش، انا مبتسم. هيقول جي سوي سوسيابل، انا اجتماعي. يبقى هدور على صفه من الصفات اللي بتدل على الكاركتير، على سمات الشخصيه. هنعمل شوازي دلوقتي. طبعا جيم لا بينتور، ودي كلمه كانت موجوده عندك في الدوكومون، يعني هتبقى سهل. مسيو فوزيت نيكون، طبعا انا عارف تصريف فيرب اتر، معجوب يبقى ات، فوزيت حضرتك ولدت امتى؟ بلاحظ طبعا ان هنا قبلها فو ما دلتش هنا على الجامعة، ولكن فو هنا انا استعملتها للاحترام. جاب يعني ني، طبعا اي تاريخ كامل ياخد لو على طول، حتى لو فيها كلمة اونز او فيها كلمة ويت، وانز معناها 11 ويت معناها 8 طبعا. سا فا سوبر بيان اتوا، يعني انا بخير جدا وانت،
وانت بعد ايه ضمائر التوكيد اللي انا اخدها، موا ممكن، توا ممكن، فو ممكن، دول التلاتة اللي انا مطالب بيهم او بشتغل عليهم دايما. طبعا هنا توا هي اللي انا هاخدها لان انا بسأل حد قدامي، ما فيش فو ان انا اخدها كمان. لزامي دو بيير، واخد بالي ان كلمة امي هنا مكتوبة مؤنس جمع، سون انتليجونت، يبقى هضطر اخد اخر واحدة انتليجونت عشان انا بتكلم عن امي، دي جامع مؤنث يبقى اخد انتيليجون. جادور اسكليتور، احنا قلنا اسكليتور يعني النحت، ودي كلمة مؤنث لان برضو معلومة مهمة وخدناها كتير قبل كده، كل الكلمات اللي بتنتهي كتير في الاخر فهي مؤنث. هنا بيقول لي كل اكتيفيتي تيام، اي نشاط انت تحب. ممكن اقول له جيم جادور، شو بقى هاخد الجملة دي، جادور لاسكليتور، انا بعشق الاسكليتور. كم صديق لديك على النت؟ فانت هتقول جي بكو دامي او جي سانكونت كوبا، انا عندي 50 صديق، عندي 30 صديق. تشوفوا زي ما انت عايز بقى، يعني عد زي ما انت عايز. داكو، الموضوع اللي بعد كده بيقول لك ديكري تون ساكا دو اتاتروس، اوصف الشنطه والمقلم. كل جمله هتاخد، كل واحده هتاخد جملتين كده بسيط جدا، واحنا قلنا المواضيع كلها موجوده عندك على التليجرام، هتدخل تلاقي كل المواضيع موجوده، هتحاول ان انت تقراها بعنايه عشان تقدر تكون جمل، تكون جمل شبه، عشان اهم حاجه حكايه ان انت تعرف تعمل سكريتيو للجمله كويس. في الامتحان رقم 18 انا عندي ثلاث قطع صغيره، ثلاث رسائل كده. أول رسالة من أليكس بيقول جو مابيل أليكس، جي 15 أون، أنا عندي 15 سنة، جابيت باغي، أنا بسكن في باغي، جيم لا ميزيك، أنا بعشق الموسيقى وبحب الموسيقى، إي لو ديسان والرسم. جي نيم با لا ليكتور، أنا ما بحبش القراءة، جادور لو راب، وبعشق موسيقى الراب. الشخصية الثانية هي ليا، ودي بنت طبعا، بتقول جو مابيل ليا، انا ليا، جي 6 اون، عندي 16 سنة، جابيت نيس، انا بسكن في مدينة نيس. جيم بيا لا ليكتور، انا بحب كثير القراءة، الو سبور والرياضة. جي نيم با دي تو للسينما، انا لا احب اطلاقا السينما، جادور لو سيرك، انا بعشق السيرك. في الجملة اللي بعدها جو مابيل بول، انا اسمي بول، جي 17 اون، عندي 17 سنة، جابيت ليون، انا بسكن في ليون. جيم لا ميوزيك، انا بعشق الموسيقى، لو باسكت او الباسكت. جي ديتيست لا بونتير اي لي مات، انا بكره البونتير اللي هو الرسم بالفرشاة، اي لي مات والرياضة. دون لو تيكست، دون لو تيكست لي زيلي بارل دو سيكل، يعني التلاميذ دول كلمونا عن ايه؟ عن ميولهم، عن ميولهم، هم ما وصفوش عائلاتهم ولا مدرستهم ولا اصدقائهم، كل واحد يتكلم عن نفسه، ايه الميول اللي هو بيستعملها او شغال عليه. في الجمله الثانيه ليا عندها كام؟ فاحنا قلنا ليا طبعا عندها سيزون 16 سنه، الاعداد لابد ارجعها كويس قوي. اليكس بالنسبه لنا، فاليكس بيكره ايه؟ هو قال لي انا ما بحبش الكتير، ما بحبش القراءه. بول ام بكو، يعني بول بيحب كتير ايه؟ هو قال لي طبعا ان انا بحب المزيكا، الموسيقى، هاخد لا ميوزيك. في الجملة او القطعة اللي بعدها، قطعة جميلة، سمها انها ماها ما فوازين دو كلاس، جارتي في الفصل. اليتي جيرسيان هي مصرية، مي على بيت دون ما فيل نيس، ولكن بتسكن في مدينة نيس، افيك ما فامي، مع عائلتي، مع افيك سا فامي، مع عائلتها. سيبارون سون بروفيسور، يعني والديها يكونوا مدرسين، دراب مدرسين للغة العربية. إليني لو 27 يعني هم ولدوا في 27 5، ألا كانزون هي عندها 15 سنة، ألي سوريونت هي بشوشة، بافارد وسرسارة أردني ومنظمة. أنا بادي تو لو باسكيت، هي لا تحب اطلاقا الباسكت، دون سا شامبر في غرفتها، لانجولي بيرو عندها مكتب جميل، سيغ لو بيرو على المكتب، اليا ان اورديناتور في كمبيوتر، اي ان ليكتور امبيتور ومشغل موسيقى. سا كولير بريفيري لونها المفضل سي لورانج، انه البرتقالي. سوفي هي اللي كتبت لنا الموضوع ده. سوفي ومها بيكونوا ايه؟ طبعا هي بتقدم جارتها، فهم جيران في الايه؟ هي قالت جيران في الفصل، يبقى مش جيران في الحي بقى، هما جيران في الفصل يعني زمايل، يبقى هقول كوبين دو كلاس، كوبين دو كلاس.
يبقى سوفي اي مها سون دي كوبين دو كلاس. مها ام، مها بتحب. طبعا احنا قلنا ان مها سوليون بافارد نيبالو باسكي دون سو شامبو. مها دور، هي ولدت كذا، هي سوليونت داكور واردني منظمه، بتحب الاوردر. طيب ما بتحبش كذا، عندها مكتب كويس، عندها اوردوناتير ام بي تروا او مشغل موسيقى، هي بتحب الاغاني، بتحب الموسيقى. داكور داكور، لان لونها المفضل الاورانج. لا يبقى هنا الموسيقى. مها فات سون انيفرسير، مها بتحتفل بعيد ميلادها في شهر 5 طبعا، يبقى اون ماي اللي هو شهر 5. بعد كده بيقول لي سؤال بعد كده، مها بتكون طبعا اردني، هي منظمه وبافارد سرسارة، فهناخد بافارد. فاول سؤال عندنا في السيتواسيون بيقول تي ديموند ا تون امي، انت بتسال صديقك لا دات دو سون انيفرسير كاس كي تي دي، عن تاريخ عيد ميلاده ماذا انت تقول. تيني كون، انت ولدت امتى. تون انيفرسير سي كون، عيد ميلادك امتى. طيب تيام بوكو لا بينتور، انت بتحب كتير البينتور، الرسم بالفروشه، كاس كي تي دي ماذا انت تقول. فبتقول سي سوبر وسي جينيال، طالما انا بمدح في الحاجه فهقول صفه كويسه بالنسبه لهم، مش هقول خلي بالك ان دي سيء، دي صفات منفيه طبعا. تي ديموند ا تون امي سي كيل نيم با، يعني انت بتسال صديقك ماذا هو لا يحب، كاس كي دي ماذا هو يقول. هيقول لك جو نيم با ليوغ، ما بحبش القراءه، وجو ديتيست لا ميوزيك، انا بقرا الموسيقى. ليزيليف التلاميذ بيكونوا كتب ولا عندهم كتب؟ طبعا عندهم كتب، يبقى اون، يبقى لابد اكون حافظ الفعل وعارف كويس معناها ايه. براسيلي، كلمه براسيلي طبعا معناها اسويره او حزازه، ودي كلمه مفرد مذكر، فهناخد كل الاولى كل براسيلي. تي ام اي اسويره انت تختار، فهقول له جيم لو براسيلي روج، لوفر، هكذا اي لون اقوله. كومون سابيل، ما اسم اصدقائك. شايف هنا الفاعل، هنا كلمه تيكوبا، وتيكوبا بتساوي ضمير ال اللي هو الجمع الى بيكاس. علي اموا سون سوسيابل، علي وانا بنكون اجتماعيين. جو نو با دو كاير، انا ما عنديش كراسات. جو نو با دو كاير، ليه خدنا دول؟ لان الجمله منفيه وتحول ادوات النكره الى دو او دو ابوستروف في الجمله المنفيه ما عدا مع فيربات. داكور، يبقى هناخد دو. مسر سون، يعني اخواتي بيكونوا سوريونت، جمع مؤنث طبعا. في الجمله دي مكتوب كومون سابيل تا كوبين، طبعا اكتب السابيل نجوى، هي اسمها نجوى. كلا جلا، يعني ما عمرها، اكتب الا كانزون، يعني عندها 15 سنه. جملتين سهلين وبساط وخدناهم قبل كده. ديكري لو كاركتير دو كاتر دو تي كوبا، اوصف شخصيه اربعه من اصدقائك. طبعا احنا عندنا وصف الشخصيات، خمسه من اصدقائك، ثلاثه من اصدقائك، هتلاقي الموضوع ده منتشر كتير ومكتوب عندنا، واحنا قلنا المواضيع موجوده عندكم على جروب التليجرام. في الامتحان رقم 19 دانيال، ده الاسم بتاعه دانيال روبر، عنده 17 سنة، مدرسته اسمها لوي ناف دو جارسون، لوي 6 للأولاد الصبيان يعني. سبور، الرياضة اللي هو بيحبها أكيد الباسكت والجودو. الهوايات بتاعته الكتير وميوزيك كلاسيكا والموسيقى الكلاسيكية. بعد كده عندنا الوزير اللي هي أوقات الفراغ، السينما والسيركا. طيب هناخد بالنا كويس قوي من اوقات الفراغ بقى، الوزير والسيرك، اللي هي السينما، الوزير سينما وسيرك، الوزير سينما وسيرك. دانيال نيم با عليه، لا يحب الذهاب الى سيرك، لا ده هو قال لي سيرك، كلوب جودو ده هو بيحب الجودو، سينما ده هو بيحب السينما، يبقى تياتر الوحيده اللي لم تذكر عنده. دانيال براتيك، بيمارس دو سبور، اثنين من الالعاب الرياضيه اللي هو الباسكت والجودو. دانيال اما، دانيال بيحب، هو بيحب القراءة والموسيقى الكلاسيكية، يبقى لي هاخدها تمام. دانيالا دي ستون، عنده 17 سنة. هنا مكتوب اون كلاس في الفصل، ندى بتقول كومو اي تون ساكادو، كيف تكون حقيبتك.
ردت عليها رد عليها سامي قال لي لي جرون من كلوري بلو روج بلو اورانج، يعني هي كبيره وملونه زرقاء وايه وبرتقال. كيسكي تيا دون تاتروس، ماذا لديك في المقلمه؟ شوف كل الجمل اللي انت بتقولها دي اتقالت في المواقف، اتقالت في القطع، اتقالت في الترجمه، فخلاص بقى طالما انت قريت الجمل دي بتخش الجمل بالنسبه لك بتبقى سهله وبسيطه. الان جي دي توس، انا عندي مقلمتين دون هابيتي توس في المقلمه الصغيره، جي دي ستيلو اي دي كريون، انا معايا قلم وقلم رصاص. الى جران تروس كاسكو تيا، والمقلمه الكبيره بقى ماذا تملك فيها؟ فقال لها سي بور لو كيب داكتيفيتي مانوال، دي بتاعت الانشطه بقى اليدويه اللي هي سيزو تيب دو كول ان كوركتور ليكيد اللي هو القلم المزيل اي فوتر واقلام الفلوماستر. ندى قالت له موا جي نيم با لي اكتيفيتي مانوال، انا ما بحبش بقى الانشطه اليدويه، جيدور لي ميوزيك، انا بعشق الموسيقى. بالنسبه للحوار ده في اون كلاس في الفصل يعني في المدرسه. ندى ادور، ندى بتعشق لا ميوزيك، بتعشق الموسيقى. دون لا جراند تروس، سامي سامي عنده ايه في الجراند تروس؟ في كاتب بقى في عده. سامي سامي عنده دو تروس مقلمتين، طبعا هو قال لنا عندي واحده كبيره وواحده صغيره. في الجملة اللي قدامنا دي بنقوله تي دي موندا تون امي، انت بتسأل صديقك سو كلام على كل ماذا يحب في المدرسة، كاسكي تي دي ماذا انت تقول؟ فبتقول له تي بريفير كوا ليكول، انت بتفضل ايه في المدرسة، او كاسكي تي ام لو سي، ماذا تحب في المدرسة؟ تون امي تي دي موند تون سبور بريفري، يعني صديقك بيسألك عن رياضتك يومك المفضل، فانت بتقول له جيم بكل مارديه، انا بحب كتير يوم الثلاث، جو بريفير لو جودي، وبفضل يوم الخميس. تي ادمير ان برازيلي بريزيليان، يعني انت معجب باسويره برازيليه، فكاسكي تي دي ماذا انت تقول؟ سي سوبر، انها رائعه، سي بون، دي جيده كويسه. اين يسكن علي وسامي؟ علي وسامي هنا جمع، يبقى هحط ابيت على طول علشان هما بقوا بيساوي هما. لو دو جمال التوأمتين سونت ني، خلي بالك بقى معايا ان انا هاخد ني جمع مؤنث، لان كلمه توائم او التوأمتين جمع مؤنث. تيم كوا الجبل مات، انت بتحب ايه؟ فانا بحب المات الرياضيات، على اساس ان كلمه كوا طبعا عندنا بتسال عن غير عاقل او مفعول مباشر. ايميلي شانتون فرانسي، بتغني بالفرنسيه، يبقى ايميلي بتساوي عندنا الضمير ال هي، فهناخد شان. بورتابل، بورتابل يعني محمول، وكلمه محمول طبعا مذكر، فهناخد لو. لاج دو ميزامي يعني عمر اصدقائي، اون سيزون بيكون ولا بيملك؟ طبعا هنا هيبقى يكون عمر اصدقائي يكون، هناخد او اس تي. طيب في الجمله اللي بعدها مكتوب كاسك تيا دون تاتروس، ماذا تملك في مقلمتك؟ احنا لسه واخدينها في القطعه، وكم كتاب لديك؟ هتقول جي تروا ليفر، انا معايا ثلاث كتب خمس كتب زي ما انت. قدم صديقك في المدرسة إلى والديك، يعني قدم صديق واتكلم عنه، وقلنا برضو إن أنا حابب أوصف الصديق بعمره، سكنه، هواياته، وشخصيته، وميوله إلى آخره، كوصف عام لصديق. كاسكو تيما ليكول، ماذا تحب في المدرسة؟ جي سي بتقول موا جيم فرونسي، أنا بحب الفرنساوي، جيم لو فرونسي، سي فاسيل، إنه سهل، جو نيم با لي سيونس، أنا ما بحبش العلوم. مرنا قالت جيم لو باسكت، جو ديتيست لا جيوغرافي، انا بكره بحب الباسكت وبكره الجغرافيا. مارتان بيقول موا جيم لو فوتبول، جادور لو فرونسي، انا بحب الفوتبول وبعشق الفرونسي. جادور لي اكتيفيتي مانوال، يعني انا بعشق الانشطه اليدويه. جو نيم با لونغلي، انا ما بحبش الانجليزي، اي لي سيونس والعلوم. أمير جاسي نيمبا، أمير جاسي ما بيحبوش، طبعا هنا أما حبص الأمير فهو قال لي إن أنا بكره الإنجليزي والعلوم. جاسي قالت إن أنا بكره السيونس العلوم، يبقى الاتنين ما بيحبوش السيونس. ميرنا جوبيا، يعني ميرنا تلعب جيدا باسكت. ميرنا نبا لا تكون بيان، يعني ميرنا مش جيدة في إيه؟ مش جيدة في الجغرافيا، بتكرهها.
Le document est un sondage. كلمة سونداج يعني استطلاع للرأي. عن إيه؟ عن الميول طبعا. عن الميول بتاعت التلاميذ. Le goût des élèves. هنا في الجملة اللي قدامنا أو في القطعة دي تيو بيقول كمي سيكوا. وإحنا عارفين إن سيكوا بتسأل عن شيء غير عاقل. عاملة زي كاسكو سي. طيب. ستان ماكيت دو باتو إنه نموذج لمركب. فاتيو بيقول جنفير لي زكتيفيتي مانوال انا ما بحب امارس او اعمل انشطه يدويه. كمي قالت له لا ماكيت اي بور لانيفرسيت دانامي. الماكيت ده النموذج ده لعيد ميلاد صديق. اليني لو 12 هو ولد يوم 12/3. او سي مو ميرسي كمي. ده انا بقى شكرا يا كمي. اسوي براسيلي اكي والاسويره دي بقى بتاعت مين؟ قالت له سيتاجو دي بتاعت اوجو. مون فوازان جارنا هو ولد 3 ايام بعدك. ده ولد يوم 12 يبقى 3 ايام هنقوله 13 14 يبقى 15. فاول سؤال ساله لي بيقول كاميو اوجو بيكونوا ايه؟ احنا قلنا فوازان طبعا جيران. دول الاثنين مع بعض جيران. لا ماكي دو باتو لمين؟ لكامي. لكن البراسيلي كانت لأوجو. أوجو ولد يوم إيه؟ يبقى 15/3 صح؟ قلنا ده شهر 3 صح؟ دكو. الماكيت بتاع الباتو لتيوبو مش كده؟ الماكيت يبور أنا مين؟ لا الماكيت لتيوبو ده كامي هي اللي عملته. تعالوا هنا بقى بنقوله تيو ام بكو تيوم بيحب كتير ليز اكتيفيتي مانوال صح؟ هو قال كده جام فير ليز اكتيفيتي مانوال يبقى بيحب الاكتيفيتي مانوال الانشطه. تيو بارل دو تا باسيون انت بتتكلم عن هواياتك فبتقول طبعا انا بحب القراءه او بعشقها وبحب النحت. عندنا تدي موت انت بتسأل صديقة تاكو لا كولير دو تاتروس عن لون مقلمته فبتقول له تاتروس بلو نوار مقلمتك زرقاء ولا سمراء ودو كال كولير تاتروس من اي لون انت تكون مقلمتك. تدي كري لو كاركتير دو تيسور جمال يعني انت بتصف شخصية اخواتك التوأم. كاسك تدي ماذا انت تقول فطبعا بتقول هون تيميد وهون اسكيا. كام كومبيان دي دايما يجي بعدها دو او دو باستر. ليزيليف عندهم 6 حصص اون لديهم تيام انت بتحب كل اكتيفيتي واكتيفيتي جمع مؤنث طبعا. مون انيفرسير يعني عيد ميلادي سي لو. قلنا ان التاريخ الكامل دايما تاريخ هكتبه كامل كده برقمه بشهره بسنته او اكتبه بيومه دايما ياخد ايه لو. سي وبعدين في دو بابيير. كلمة في دو بابيير كلمة مؤنث فتاخد ان. هنا مكتوب مي فوازين جاراتي سون سامبا. دي مفرد دي جمع مذكر دي مفرد فمش هتنفع انا هاخد سامبا لان سامبا انتوا عارفين ان هي في المفرد لا تتغير لان اصلها سامباتيك. كاد سبور تيكو بقى ايه يعني اي الالعاب الرياضيه اصدقائه بيفضلوها ومع عمرهم. فقلنا طبعا ان هم بيحبوا التنس والبوكس وهم عندهم 16 سنه. طيب بريزونت تو قدم نفسك لاصدقائك ده اسهل موضوع طبعا احنا خدناه في الاول واكيد كلكم عارفينه. فهبدا اقدم نفسي جو مابيل وجو سوي وجي وجي ابيت وجي ام واستعمل الافعال اللي انا خدتها هلاقي نفسي قدمت نفسي بس اهتم ان انا اتكلم عن الميول واتكلم عن الكاركتير. لابد في جملتين جمله فيها ميول جمله فيها كاركتير ده المطلوب بالنسبه لنا. مرسي بورفو انتظرونا في المراجعات القادمة بإذن الله مزيدا من الدعم. أروفار.